السلام عليكم اخوان اخوات، كلشي لاباس، كلشي مزيان، كلشي بخير. بزاف ديال الناس كيسولوني على كيبغي باني كيديروا الباك باك. يلا كاين اللي كيبغي يبدا يسافر دابا باك باك، كيبغي يسافر باك باك ما كيبغيش يدي باليزا، ومازال ما كيعرفش شنو يدي معاه، شنو يدي معاه، شنو هو اللي انكلو، شنو هو اللي ماشي انكلو في البي اللي كيشري في حرانار بحال ويز اللي انكلو اللي ماشي انكلو، وشنو يشري. بالنسبه لرايانار كما كتعرفوا راه من لو 1 نوفمبر وقال 2018 راه كنتبدل. كان نورمالمون شحال هذيك انت كدي باك باك ديال 50 يترو وكدي معاه واحد اخر ديال 25، كان عندك دو باجاج غراتوي. دابا ولا عندك غير باجاج واحد اللي غراتوي والاخر بغيتي غتخلص عليه. بالنسبه للباجاج انا غادي نوري لكم بلاتي. دابا مثلا في رايانار عندك رايانار، عندك بلاتي اسمحوا لي، بالنسبه لرايانار رايانار ويز تقريبا رايانار ويز وكاين شي شركات الا ديتي هذا ديال 50 راه ما دايرش، هادو هما 50 كنقولوا 50 لتر راه هما ما كيقولوش لك شحال ديال الوزن ديالو، 10 في 10 كيلو الوزن، هذا اللي كنقول لك الحجم ديالو 50 لتر، 50 لتر راه ما كيدوش في الباجاج غراتوي. هذا خصك تخلص عليه، خصك تخلص عليه ولا تطلعوا بريوريتي. هذا تا هو مثلا 50 خصك تخلص عليه، هذا كيدوز 30 25 بحال دابا هذا 30. ديما ملي تبغي تشري الباك باك راه بزاف ديال الناس كيبغيو يشريو باك باك ما كيعرفوش شنو هي 50 20، هذاك الفوليوم ديالو الحجم ديالو 50 متر، يعني الحجم ملي كتحسب كتعرفو كتحسب الحجم 50 متر، ملي كيكون 50 متر راه ما كيدوزش نورمالمون قانونيا ما كيدوزش، واخا كيخليوه يدوز. هذا 30 دايز، وهذا 30 واخا كان ما تحقروش، انا كندي معايا انا 3 ايام 4 ايام 5 ايام حتى 10 ايام نقدر ندي معايا 30 وندي معاه ساكادو صغيور تقدر تخشيه وسطو حتى من بعد دير فيه الماتيريال ديالك، مثلا لاباري فوتو ديالك ولا الجو برو ديالك ولا شي حاجه ديالك. هذا نورمالمون كيما قلت لك اما تطلعوا بريوريتي اما كتخلص عليه 10 اورو، هادو ديال 50 تقريبا عندك فويز وعندك فراينير. اما فحال ايزيت جات هذا دايز، انا ايزيت جات كاع كندي جوج، كندي هذا وكندي واحد اخر صغير ما كاينش المشكل، ايزيت جات دايز. المهم اي شركه راه غتدخل غدير فرانشيز، ملي كتدخل للسيت ديال ترانزافيا ولا ديال ايزيت جات غدير لا فرانشيز غادي يعطوك شنو هو الفرانشيز اللي شنو كيعطيو شنو اللي غراتوي. بالنسبه لرانر لي فاليز راه ما تيقبلوهمش في الغراتويتي، واخا تجي فاليز صغيره راه ما يقبلوهاش لك، حيت هما كيقول لك ساكادو راه كيدوز. هاد ال 50 يقدر يدوز لك، يقدر يعكسو معاك، اللهم احسن الا بغيتي تكون قانوني راه غدي معاك 30 بلا خلاص. هذاك البي اللي كتشري واحد كما كتعرفوا ملي كنكونوا دايرين سيركوي، دير سيركوي فيه 5 ديال لي بي مثلا عندك واحد 20 يوم، وملي كتجي ديك 5 ديال لي بي ملي كتزيد عليهم الا زدتي عليهم كلهم الباجاج اون سوت راه غتقام عليك غاليه، داكشي علاش كدي معاك واحد صغير، ولا ديتي معاك واحد كبير راه غتخلص عليه بريوريتي. غادي من جهه اخرى بالنسبه للناس اللي كيبغيو يشريو الباك باك، انا نقول لك اول حاجه ملي تبغي تشري الباك باك راه كاين لي مارك وكل وجهدو وكل كيمشي على جهدو، كاين اوسبراي، كاين غريغوري، الا كنتي باغي تانفيستي اوسبراي غريغوري دويتر هادو هما اللي مزيانين، وكاين دي مارك اخرين بحال دابا انا هذا عندي هذا واحد مارك امريكان امبرميابل، هذا ديال عدي، هذا نقول لك هادو كاين شوا كلهم، انا نقول لك صراحه كاين شوا ديال عدي ديال على حسب على كتجيب، كاين شوا كلهم ديكاتلون على كي على كتجيب. علاش انا هذا علاش كيعجبني صراحه حيت كيتحل من هنايا ملي كنكون غادي غير سفر شي مدينه ولا شي حاجه ما كاينش لاش نبقى نحلو كامل، كنحل من هنا وكنجيب الحوايج اللي بغيت نقدر نطويهم نقدر بزاف، ولكن هذا راه ماشي امبرميابل، خصك ديما الا كنتي كدير تريكين كدير الجبال خصك تاخذ امبرميابل، راه واخا دير ليه الكاش ديالو يدخل لك الماء بحال هذا امبرميابل، ملي كدير ليه الكاش والو الماء عمره ما غيدخل. هذا الا كنتي كدير الجبال وهذا الشيء راه ما خدامش لك، هذا غادي للمدينه، يعني هذا مش كان المدينه كتضرب به المدينه، ولكن حاجه اللي فيه مزيانه هو انه توب ما كيتمزقش. وديما ملي تبغي تشري الساك الا كنتي بنت ولا كنتي ولد، بعدا البنات راه كما قلت لكم راه ديما خصكم تشيروا السيكان ديال البنات قد لا سانتور وقد الظهر ديالكم قد ظهرك، حتى الظهر من هنا هذه المسافه من هنا من هنا كتلعب دور مهم. هذا بعدا انا ما ننصحش واحد الا ما كانش فيه 1.80 هادو هما اللي كاينين بزاف موجودين في السوق حتى رخاص شويه، هذاك دوز عندي شي 4 سنين صراحه الله عمرها دار، ولكني كنصح اللي ظهرو قصير اللي قصير في الطول ما يشريش. انا حيت فيه 1.88 ما كيضرنيش في داري حيت غيهلكك في دارك، حيت ديما ملي تبغي تشري الساك كيلكو سوا اي ماركه خصك تشوف العبار ديال الظهر من هنا لهنا. الا كنتي واحد فيك 1.60 وشريتي قد هذا راه غادي يمحنك سي نورمال غيضرك دارك. وكاين البنات حسن شريو السيكان ديال البنات، حيت السيكان ديال البنات مبدلين في السماطي هنايا وبدلين في الدار ماشي فحال ديال الاولاد. هذه من جهه، وديما مثلا بغيتي تشري ساك شريتي ساك غالي
ما تدفعوش اونسو حتى انت الا دفعتي اونسو انا راه مشاو لي ثلاثه السيكان وها هو حتى هذا هو ها انت شوف كيبقاو يشيروا بهم كيبقى يشيروا بهم كيطردقوا دابا صاك دير 1000 درهم ولا 1200 درهم مشى هكاك مره دفعتو اونسو ندمت ديما الا شريتي ساك غالي ما تدفعوش اونسو الا شريتي ساك غالي غادي تخرج عليه انا مشى لي اوسبراي كله تشرشم وها هو دابا هذا تا هو هذا خصني نخيط ولا ندير ليه شي حاجه هذا صراحه كدي حط رخيص الا طرات لي شي حاجه ماشي مشكل هذا دير 400 درهم ولا ما عرفتش ماشي مشكل واصلا ما بقيتش كندفع انا اونسو حيت الا عندك ساك مزيان غالي راه كتعرفوا مي كي انفيسيو في السيكار راه كاين ساك ديال 1500 درهم 150 اورو اخويا راه ديجا دويت عليه في الاول 30 متر هي اللي كطلع انا مي غيسال الفيديو غيبان لك بحال هذا كطلعوا معك الطياره بحال رايانير طرون ديما قرب راه كتبان لك 30 هي شي 30 ملي كتشوف 30 25 دايز معك الطياره بالنسبه لرايانير ويز اما بالنسبه لترانزافيا ولا بالنسبه لايجيجيت هاد الكبار كاع 50 راه دايزين 50 دايزين ما كاينش فيهم مشكل شنو هو اونسوت اونسوت اخويا هو كاد غادي تدفعوا غتدفع الباجاج ديالك كي الكابين الا غتطلعوا معاك اونسوت غتدفعوا كتدفعوا كيمشي بوحدو هادي بجي هادشي اللي بغيت نقول لكم ديما ملي تبغي تشري ساك الا كنتي كدير روندوني وكدير تريكين هذا هادشي ما خدامش لك ان في سي ساك زوين 150 اورو ولا 120 اورو ما اوسبراي دويتر غريغوري راه اونلاين كتلقاهم كتلقى خطره دي بروموسيون مزيانين ولكن ما عمرك تدفعوا اونسوت طلعوا معاك بريوريتي حتى الا دفعتي اونسوت انتما كتشوفوا العواقب ديال اونسوت شنو هو حتى هذوك ما كيعرفوش ها كيشيروا شير بيه طردق ها هو طردق الساك شعرا اخر مره ديتو معايا الطردق وهذا يعني ساك غالي ماشي ساك رخيص ساك غالي لان كتشوفوا امبرميابل وهذاك الشيء هذا فايت 100 دولار وهذا ساك رخيص هذا ديال 400 درهم 300 درهم انا كشريتو شي 4 سنين ولكني صراحه الله عمر هذا كما قلت لكم غير هو ماشي ديال سميتو ديال التريكين وديال الروندوني ماشي ديال التريكين وديال الروندوني حتى الشتا الماء ما كيصبرش هذا الشتا كلشي كتزيد ليه الامبرميابل ديالو امبرميابل راه كتباع كدير 60 درهم 50 درهم وصافي تقريبا هادشي اللي بغيت نقول لكم الا كان شي سؤال نصوتهم صافي راه داكشي اللي قلنا اونسوت غدفعوا كابين طلعوا معاك الكابين نورمالمون الا كان عندك باك ديما مزيان خصك تطلعوا معاك بريوريتي كاع ما تدفعوش الا دفعتي غتخرج عليه اي واحد كيدفع الباك باك ديالو راه كيخرج عليه المهم الا كان شي سؤال بالنسبه للعاوتاني اللي كنت باغي نقول لكم بغيت ندوي لكم عليها الناس اللي سولوا على سميتو لاطونط راه ديجا هضرت لكم عليها ها هي كي كتولي قبيله راه هي حيت قبيله ما جمعتهاش مي كتجمعها هكا كي كتولي ها كي كتولي تقدر ها فين كدير بحال دابا هذا راه كما كتشوفوا الساك اي ساك راه عنده هنا واحد العيبات هنا كتربط هنايا سينو كتقدر تربطها عاوتاني هنا هكا على حساب الساك الا كان خاوي هذا تا هو راه فيه نو نجي الاخر هما هادو هاهما باش تعرف كيما راه الشركات كلهم كيتخالفوا بالنسبه للشركات كيما قلت لكم راه كيتخالفوا راه ماشي كاع الشركات دابا شحال واحد تيقول لي شنو وصلك لان طلع معايا الطياره وشنو وصلك لي ما نطلعش معايا الطياره راك رايانير ما كتخليكش تطلع اكثر من 30 غراتوي في البي داكشي اللي كتشري الا زدتي خصك تخلص ويز اير تا هما كثار ويز اير قاصحين لواحد الدرجه لا تصور بعدا ويز اير كون على يقين هاد ال 50 يقدر يدوز لك في رايانير بزاف الدراري عرفهم كيدوزوا ال 50 ال 50 و 60 في رايانير غراتوي ولكن ويز اير والله لا دوزتيه ويز اير كيعبروا لك العبار اكزاكت الا ما كانش كيقول لك خلص 25 اورو يعني هذه خصك تكون عارفه الا عندك 4 لي فول مع ويز اير وخلصتي 25 اورو راه هي 100 اورو عندك متابعين يعني خصك ديما ويز اير لفتي 30 راه غتخلص 30 راه تخلص تقدر دي معك شي ساك هادو صغيور كيتجمع بحال دوك السيكان اللي كيتجمعوا راه خيه مثلا كاينين هاد السيكان هادو كتعرفوهم راه رخاص هاد السيكان هادو هما بحال دابا الا عندك بالنسبه للثقل كاين اللي كيعطوك 10 كيلو بحال دابا اي زيد جات ما كيديروش الكيلوات كيقول لك غير العبار ولكن اللي كيقول لك 10 كيلو تقدر ماشي ضروري تخلص دي معك شي صويك بحال هذا هاكا راه كيتجمع ما كيبقى يبان والو تنقص منه ديما تنقص داكشي اللي غتنقص وطلعوا معاك داكشي ديك الساعه هزو راه ما غاديش يهضر معاك شي واحد ولا ديرو في بلاستيكه ولا ديرو زعما تحتاج دير ساك
كما قلت لك اي سيت اي شركه وعندها الفرانشيز ديالها ملي كتدخل كتقلب راه هذا سؤال ما خصكش باين كتدخل اي دخلتي السيت ديال ديال ايزيد جات راه غيديروا لك غيديروا لك كيقول لك عندك عندك باجاج واحد كيقول لك لي ديمونسيون ديالو لي ديمونسيون راه كيباينين بالنسبه لي غي دي فاليز راه كيكونوا يديروا لك ديمونسيون مثلا 44 على 55 على 20 كتعرف شنو هي ديك 44 44 مثلا في العرض ولا في الطول 55 في الطول 44 في 40 في العرض و ليبيسور ديالها 20 راه هادوك هما لي ديمونسيون اللي كيديروا راه ملي كنقولوا الحجم ديالو راه هو هذا الحجم الفوليوم ها غير هذا كيقولوا كاين اللي كيدير الفوليوم بالسنتيمتر كوب وبالنسبه للسيكان كيديروا الفوليوم بالليتر ملي كنقولوا 50 لتر هذاك هو الدياميتر ديالو كيهز 50 لتر ولكن هذاك هو هو الفوليوم ديالو بلوتو الفوليوم ديالو الله يبارك فيك مرحبا المهم تقريبا هادشي اللي كاين كما قلت لكم على السيكان راه باين داكشي باين مع راينر راه ما تغامرش بال 50 الا غامرتي بال 50 راه تقدر هنا في المغرب كيغمضوا عينيهم في بلايص اخرين انا راه غادي يقدروا تخلص عليه 50 اورو حتى الا مشيتي حتى لا 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 شدوك به فايت داك الفوليوم اللي عاطينك وشدوك وشدو معك السكر راه تخلص 50 اورو يقول لك 50 اورو تخلصها ولا ما طلعش الطياره الا الا ما الا ما خلصتيهاش راه ما غاديش تطلع الطياره وغيتولي ماشي عليك الطياره ولا بز منك ديك الساعه مخلص 50 اورو انت شاري الفول ب 20 اورو وتخلص 50 اورو اللهم من الاول بالنسبه للمشكل ديال الظهر راه ماشي مشكل ديال الظهر ديجا كنت هضرت عليكم وحطيت لكم واحد لو بوست انت قلتي لي جام بروبليم دو دو ما نقدرش ناخذ ساك عاديين منين نقدر تاخذ سيكان خصك ديما ما تبغيش تشري ساك راه واخا تشري ساك غالي راه ما غاديش يخدم لك راه كيما قلت لك ديجا رانا هضرت عليها غير دابا نعاود نهضر عليها هذه القضيه اللي مازال مبغيش نقول دابا انا في 188 طويل انا ما كيهم شي كتشوف في هذا الطول هذا من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا ما يمكنش انت فيك مترو و60 وغتاخذ ساك ديال واحد طويل من هذه الجهه من هذه الجهه لهذه الجهه الا خديتي راه داك هو اللي كيضرك في الدار يلا الا بغيتي تاخذي ساك مزيان تاخذي دويتر او سبراي ولا اير ازيا اي اير ازيا عندك ساك واحد ديز لا اير ازيا هذا ديز هذا 50 50 لتر ديز ديز ما كاينش المشكل ما يهضروش معك بالنسبه كما قلت لك الا بغيتي البنت اللي سولت على الساك الا بغيتي ساك بعدا ما يظهركش في ظهرك خصك تاخذي ساك ديال البنات ديجا كنقولها لهم ساك ديال البنات تهضر على الكيلو كنهضروا دابا على الفوليوم 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 بالليتر الفوليوم كنهضروا على الحجم 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 45 يقدر ما يدوش لك ويز ما تدوش 45 وراينر ما يدوش لك 45 في بعض الدول هنا في المغرب كما قلت لك كيغمضوا عينيهم بالنسبه لنعاود البنت اللي سولت على الساك اللي كيضرها في دارها الساك اللي بغيتي ما يضركش في دارك كلكو سوا كنتي بنت ولا ولد بعدا الا كنتي بنت خصك ساك ديال البنات راه كتدخل كتلقى ساك فام معروفين كاين اوسبراي كاين اللي معروفين اوسبراي دويتر وال سميتها غريغوري هادو ماركات مزيانين معروفين عندهم سيكار مزيانين الا شريتي ساك ديال البنات انا ما غيضركش في دارك ولكن اكونديسيون تشري تا هو راه فيهم لي طايب راه بزاف ديال الناس كيتحابوا السيكار راه ستوندار السيكار راه ماشي ستوندار فيهم لي طاي على حساب الطول ديال البنادم مايمكنش واحد فيه متر و60 وغيهز بحال هذا اللي عندي انا نقول لك غيمحنو غيضرو في ظهرو ديال بصح الا غيضرك ديال بصح الا كنتي طويل فايت المتر و90 متر و88 60 لتر تهزو شي اللي قل لي فيه متر و65 وهز 60 راه غادي يضر في ظهرو اللي طويل راه ما كيلقاش مشكل بحال دابا انا كنهز 50 ولا 60 ما كيضرنيش في داري وحتى كاين 50 كما قلت لكم كاين اللي عنده الظهر ديالو طويل ما كيضرنيش في داري الا 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 هزيتي الا هزيتي القل من من انت قصير وهزيتي ساق قصير راه غادي يبدا يضرك هنا ظهرك غادي يضرك ظهرك ديما علاش كنقول لكم كنتي بنت شري ساق ديال البنات ما شري ساق ديال الدراري كنتي ولد خذ ديما الساق على قد الطول ديالك على قد الطول ديال الظهر ديالك الا كان ظهرك قصير راه اون فوا كي طولتي به تمشيتي به غير ساعه وشري كان وكان الساك كبير غيضرك في دارك ويبقى يحرقك في دارك كنتي كنتي طويل راه ما كتحسش شحال من واحد دابا تيقول لي اه كيفاش انت كتهز هذا الساك كبير مثلا السين انا ما كيضرنيش حيت انا طويل انا فيه متر و88 كاين اللي فيه فيه متر و90 متر و94 يقدر يهز 60 70 ما يضروش حيت اصلا ظهرو طويل الاخر ظهرو قصير وكيه الساك طويل منه تما راه كيضرو اوتوماتيكمون راه دخل بالنسبه للسيت راه كاين الا غتشري غريغوري عندك شي واحد برا غريغوري ولا اوسبراي حسن تشري من سيت اوفيسيال باش تشري اوريجينال انا نقول لك ما تشريش من علي اكسبريس وتشري سيت اوفيسيال سيت اوفيسيال تقدري ديري لا ليفريزون عند شي واحد في اوروبا ما عرفتش انا واش كيليفريو في المغرب ولا ما كيليفريوش بحال دابا اوسبراي تليفري شي واحد يليفري لك شي واحد في اوروبا
فحالتي الا كانت لا ليفريزون غاليه للمغرب ايفلي شي واحد لا عندك من لا فامي ولا شي واحد من الاصدقاء ديالك ويجيبوا لك معاه، يكون جاي يجيبوا لك معاه من الاحسن. ولا مشيتي كنتي غتمشي تسافر راه موجودين لي سميتو لي ستور ديالهم ديال اوسبري ديال غريغوري ديال دويتر هو اللي كيبقى شويه مزيان ورخيص. غريغوري غالي، غريغوري ما نكذبش، غريغوري راه 200 اورو 300 اورو 400 اورو. دويتر كيبدا من 120 100 و... لوطيل اللي كيشبه سانتوريني ما بغيناش نهضروا على داك الشيء، خلي راه هضرنا عليه ديجا، درنا فيديو هضرنا على داك الشيء ما نعاودوش نهضروا عليه. دابا كنهضروا على لي ساك حيت بزاف ديال الناس باغيين يعرفوا بزاف كي يبغي يدير الباك باكين وكيدي الساك ولكن ما كيعرفش شنو يدي. الخيمه راه قبيله درت لكم عليها اللايف، راه مازال ما ساليتش، غير باش نتيليشارجي واحد الفيديو نوريكم كيفاش كتمونطا. ديما ملي تبغي تشري طونط ما تكونش فايته 3 كيلو، ما تفوتش 3 كيلو حتى تقل عليك. الا فتي 3 كيلو نورمالمون جوج اونس 2.6 هي المزيانه، كتكون خفيفه. وبالنسبه لا طونط اللي ما كيعرفش يمونطي لا طونط خصو يشري طونط ساهله في المونطاج، ديجا هضرت عليها ساهله في المونطاج. اللي كيدير الباك باكين ما تصلحش ليه 20 سكند اللي عنده الطوموبيل راه ديجا دخل مثلا. انا ما كنديرش الاشهار ولكن كما كتعرف في المغرب كاينه ماركه وحده اللي موجوده وتقدر تشريها بالنسبه لي طونط. الا بغيتي تشري لي طونط الغاليين راه كاين هايلبرغ، كاينين دي مارك اللي غاليين بزاف اللي 300 اورو بروفيسيونيل 300 400، ولكن انت ما تقدرش تشري طونط ديال 300 اورو. يعني غتشري خصك تشري حاجه مزيانه وما تكونش غاليه، حاجه مزيانه والمغاليه راه كاينه ماركه وحده عندنا هي اللي كاينه في السوق معروفه، كتبقى 400 درهم 350 درهم، ما دوك ديال 200 درهم 150 هذوك راه ما خدامينش. بغيتي تشري طونط من برا بحال دابا علي اكسبريس، هو رد البال شنو غتشري، حيت ماشي كلشي مزيانين. تقدر تشريها من علي اكسبريس مي تقدر تشري شي حاجه اللي خصك تشري حاجه مزيانه، تشري ماركه معروفه، ما تشريش شي ماركه غير حكيم بزاف ديال لي مارك، تشري شي ماركه اللي مجربه معروفه. راه كيما كتعرفوا راه كاينه ماركه وحده اللي عندنا بلا ما نقوم نكذبوش على راسنا هي اللي كاينه. حنا ما عندناش، عندنا مونك فهادشي ديال الماتيريال معروف، عندنا ما عندناش لي مارك بزاف في المغرب كاينين. بحال ملي كتمشي للدول الاخرين، الا مشيتي لاي دوله في اوروبا ولا مشيتي للازي خلاص اندونيسيا وماليزيا دوك عندهم ماتيريال اغوغو، عندهم كاع الماركات اللي بغيتي كاينين. حنا عندنا نقص فهادشي ديال الماركات. فلانت كيبقى لاشاف انترنيت الا ما غاتشريش من السيت اوفيسيال ما غاديش تشري شي حاجه مزيانه. انا واحد السيد ماشي واحد ماشي جوج شرا من علي اكسبريس، شرا اوسبري وشرا ماشي دوريجين، شا جابو ضرب بيه شهرين تقطع عليه، ماشي بحال شريتيه من السطور. الا شريتيه من السطور راه غتشري دوريجين. سؤال شي واحد اللي عنده شي سؤال مرحبا، ماشي مشكل، واخا كاين الصاد ماشي نحل هاد الشرجم هذا. ايوا اير ازيا راه عبدو راه باينه، اير ازيا رد معاهم الباب. اير ازيا كانوا دايرين شحال هادي كانوا راخفين وعاود زيرو في دابا خص تعرفوا هاد القضيه، كاع الشركات زيرو في الباكاج حتى مربح، باش انت مقطع ب 10 اورو والباكاج ديالك يمشي ب 10 اورو يعني راه رابحين. كاع الشركات زيرو، راه ماشي ويز زيرو، راينار زيرو، ايزي جيت اللي باقي صراحه شويه راخفين. انا ايزي جيت كنهز معايا الساك ديالي ديال 50 وشكاره ما كيهضروش معايا، ما عمرهم هضروا معايا، عمرهم هضروا معايا. مؤخرا كنت جيت من رايج فيك في الجنيف بصراحه ما هضروش معايا، ما سولني ما والو، حتى ما نورمالمون كيعطيوك باجاج وما كيديروا حدوش لك شحال ديال، كيقول لك باجاج غير لي ديمونسيون. ايزي جيت هما الشركه شركه القلائل اللي داير لك ديمونسيون، ما كيعبروش لك شحال، كيعبروا لي ديمونسيون. غير ازيا حباسه كيقول لك عبروا فيه 8 كيلو، واحد المره قال لي فيه اكثر من 8 كيلو، فيه 9 كيلو، حيد كيلو، حيد كيلو، درت ميكا وحيدته. لا شوف نقول لك صراحه بلا ما نكذب عليك، من غير تركيا راه ما كاين شي حاجه مزيانه.